الفترة في هذه الفترة الإخبارية الصباحية من شروق نيوز، والتي خصصنا هذا الشق للحديث والنقاش حول موضوع مهم، جدل انتشر في الآونة الأخيرة حول المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي يمكن للأشخاص أو الشخص الذي كفل قانونا طفل أو طفلا مجهول النسب من الأب أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامة أو لمكان ميلاد الطفل طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقب الكافل. هذا الجدل الذي كان بين رجال الدين وقانونيين أخصائيين أيضا أدى إلى حالة من التيهان وسط المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه أسعد باستضافة الأستاذ المحامي والحقوقي الأستاذ نجيب بطام. أهلا وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير وجمعة مباركة. شكرا جزيلا لك. إذن أستاذ نجيب بطام، أولا ماذا يقصد هذا المرسوم، التبني أم الكفالة، ومن يقصد أيضا، المجهول النسب أم معلوم النسب؟2020 يعني منذ حوالي شهر تقريبا، وهذا جاء في الجريدة الرسمية العدد 47، ويعد بمثابة تتمة وتكملة لمرسوم 71-175 الصادر في عهد الرئيس الراحل هوالي بومدين المتعلق بأحكام تغيير الألقاب. هذا المرسوم جاء ليبين الإجراءات والكيفيات والآليات، آليات مطابقة لقب الكافل مع شخص الولد المكفول. وقبل ذلك دعني أعرج للتذكير أنه احنا هذا منح لقب الكافل للطفل المكفول عرفته الجزائر أول مرة سنة 1993 عقب الفتوى الشرعية التي أصدرها آنذاك مفتي الجزائر المرحوم الشيخ أحمد حماني في سنة 1992، قياسا على أحكام شرعية من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة. إذن الفتوى تاع الشيخ حماني أجازت للشخص الذي يقوم بكفالة ولد مجهول النسب أن يمنحه لقبه. كيف ذلك؟ إجابة عن سؤالك، الكفالة طبعا تكون لشخص لولد إما مجهول النسب وحتى لمعلوم النسب. يعني في عهد قريب كانوا مثلا زوج خواتات متزوجات، واحدة عندها الأولاد واحدة ما عندهاش الأولاد، تقوم واحدة تعطي واحد من الأولاد تاعها لأختها باش تربيه وتكفله، فالكفالة موجودة الآن. ويحتفظ الطفل المكفول بلقبه الأصلي، ما يتغيرش اللقب تاعه. هذا بالنسبة لمعلوم النسب. أما الولد مجهول النسب لما يتقدم شخص باش يكفله، من حقه يعطيه المرسوم هذا الحق باش يمنحه اللقب تاعو، موش باش يتبناه، باش يعطيه اللقب نتاعو، ولكن بشروط. أن تكون الأم، إذا كانت الأم معلومة أن توافق الأم على ذلك، لأنه احنا ديما نتكلموا على مجهولي النسب من ناحية الأب، ما مش عارفين باباه. وفي كثير من الأحيان يكون الولد هذا معلوم الأم. إذا كانت الأم تاعو معلومة وجاء شخص يحب يديه يتكفل به، يطلب الموافقة تاع الأم. إذا الأم ما هيش معلومة حتى هي، وكثير من الحالات خلينا نتكلموا بصراحة نلقاو أبناء رضع في الخارج مرميين على حواف الطرق وغير ذلك، هذا يكون مع مجهول الأب ومجهول الأم. في هذا الحالة يتقدم الكافل بطالب للقاضي الرئيس الوكيل الجمهورية عفوا في المختص، ويقدم له تصريح شرفي باللي راهو عمل مساعي باش يلقى الام تاع الولد وما لقاهاش، يدير تصريح شرفي. هنا وكيل الجمهورية يطلب الطلب، يدرس الطلب، وهذا الطلب يسميه طلب مطابقة اللقب. مطابقة اللقب لانه الكفالة عندها اجراءات واحدة اخرى.
الكفاله راهي منصوص عليها في احكام الاجراءات تاعها في احكام قانون الاجراءات المدنيه والاداريه بدءا من الماده 492 وما يليها. طالب الكفاله يتقدم امام قاضي شؤون الاسره والطلب نتاع مطابقه لقب الكافل مع الولد المكفول امام وكيل الجمهوريه. الشيء اللي جا به جديد هذا المره الرئاسه تاع 8 اوت الكتروني خص الوكيل الجمهوريه عن طريق الانترنت يدير هذا الطلب هذا، وهذا يدخل في اطار عصرنه اجراءات التقاضي. الخص لك طيب ان الكفاله قد تكون لمجهول النسب وقد تكون لمعلوم النسب. مجهول النسب يمكن يجيز له هذا المرسوم ان يحمل لقب الشخص الكافل دون التبني. انت طرحت لي سؤال عن الاشكاليه اللي وقع بين الكفاله بين بين الكفاله والتبني. نعم والتبني. نعم والتبني. الكثير احنا في الجزائر هنا يخلط بين الكفاله والتبني. الكفاله هي التزام على وجه التبرع بالقيام بتربيه الولد. شخص يروح يدي طفل يكفله يربيه يصرف عليه يقريه وراه عايش معاه. اذا مجهول النسب يمكن يعطيه اللقب تاعو. اذا الطفل هذا معلوم باباه ويماه يحتفظ باللقب الاصلي تاعو. هذا ما يرتبش احكام تاع الوراثه وما يخلطش الانساب لان باباه معروف ويماه معروفه. اما التبني يجيب ولد وهو من ناحيه الشرعيه حرام، وبنص قانون الاسره في الماده 60 من قانون الاسره تمنع التبني. نجيب طفل نعطيه اللقب تاعي وننسبوا لي باللي راه ولدي. طيب دعني اطرح هذا السؤال فقط استاذ بطام، يعني كيف ينظر القانون هنا لمساله التبني وما هي الاشكالات التي تطرحها مساله التبني دائما؟ طبيعه هذه الاشكالات وامثله تواجه المحامين ان امكن. طيب بالنسبه للتبني قلت لك هذا محرم شرعا من الناحيه الشرعيه بنصوص القران وما ثبت محرم. من الناحية القانونية أيضا يمنعه المشرع الجزائري في إحكام المادة 60 من قانون الأسرة، يمنع التبني شرعا وقانونا. تطرحت لي التبني وش هو؟ التبني يجيبوا طفل ننسبوا لي أنا، ننسبوا نعطيه اللقب تاعي وباللي راه ولدي والوالدة تاعو هي الزوجة تاعي. هذا حرام. أنت طرحت لي سؤال عن وهذا صرات في كثير من الاحيان هنا في الجزائر، صرات كثير ودارت كثير من المشاكل. نعطيك مثال، اخر قضيه عرضت علي في هذا الاطار قضيه طبيب. الطبيب هذا كان مجهول النسب، ناض الشخص في حال حياته الجامعه، تخرج طبيب، يمارس طبيب، الزوج جاب اولاد، ولاده يدرسوا باللقب نتاعو، لقب الف اللي عطاه هذاك الشخص. توفى الشخص اللي تبناه، توفى، ناضوا الورثه، ناضوا الورثه رفعوا ضده دعوه اسقاط النسب. قال هذا ماهوش خونا، ماهوش من صلب بابانا، هذا ماهوش ولد بابانا، هذا بابانا جابه وتبناه. القضاء دار تحقيق موسع بمعرفه النيابه، القاضي دار تحقيق، لقى باللي صح هذا متبني ماهوش ولد ألف، فأسقط عليه النسب. وها هي الكارثة الكبرى. تصور معايا هذا اللي يقرأ في المدارس وخرج طبيب والدبلومات. نعم، إذا تم إسقاط النسب ماذا سيحدث؟ هذه هي الكارثة يا أستاذ محترم، هذه هي الكارثة. يرجع للأصل تاعو، يرجع ربما يحمل الاسم الثلاثي. والكارثة الأكبر الأبناء تاعو يسقط عليهم اللقب، يسقط. دونك على هذيك الشريعة الإسلامية حرمت التبني، وعلى هذيك ننصح الناس حذاري وحذاري من التبني، حذاري من التبني. هل هناك نعم، هل هناك إمكانية أن ربما للأبناء لحمل لقب الوالد الأم؟ نعم، لما ما توافقش الأم، لما يجي شخص يطلب باش يكفل الطفل، يطلب كفالة الطفل مجهول الأب ومعلوم الأم وترفض الام تاعو تقول له لا ما تعطيش اللقب تاعه، يقدر يحتفظ باللقب تاع الام. الكارثه هذا الاسبوع تجيني حاله ام محترمه وجابت لي بنتها رفض باباها يعترف بالنسب رغم ما قالت الام باللي متزوجه زواج شرعي كذا، ورغم جابت زوجها رفض الاب يعطيها اللقب.
وطفلة ممتازة عندها المعدل 17 في المتوسطة، والسنة تعقب البيام سنة، رفض باباها يعطيها اللقب. وجات قلت للأم لاش ما تعطي لهاش اللقب تاعك؟ قالوا لها الأهل تاعها لو تمنحي اللقب نتاعنا تاع العائلة لهذه البنت نحيوك انت من كرا. فالآن تلاحظ الضحية هي هاته البنت الصغيرة هذه، البنت الصغيرة هذه 17 سنة 16 سنة وتجيب معدل 17، يعني طفلة ممتازة. الآن راهي في معضلة قانونية كبيرة، رانا نحاولوا كيف نساعدوها باش تخرج من هذا. يعني بالرجوع ربما للذهنية أستاذ بيطام، ذهنية العائلات الجزائرية، لماذا يرفض أو يرفضون العائلات أنت في حالة مثل هذه أنه عائلة الأم أن تقدم أو تترك البنت تحت تحمل لقب الأم ابنها، لماذا يعني؟ أنت تعرف أن المجتمع الجزائري محافظ جدا، محافظ جدا ومتمسك كثير بالشريعة، في غالبيته متمسك كثير بالأحكام تاع الشريعة الإسلامية. لكن أين هم رجال الدين هنا؟ إذا نترك الأمور من غير ضوابط، أين هم رجال الدين هنا؟ والله نفس السؤال أطرحه، نفس السؤال راني نطرح فيه، يعني قاعدين غير احنا رجال القانون نتكلموا في الأمور القانونية، وهي المسائل راهي دينية شرعية أكثر منها قانونية. ورجال الدين تاعنا يعني ما نعممش شيء كامل، فيه بعض الشيوخ المحترمين اللي تكلموا ولكن لم يفيضوا في هذه المسائل، ما قاعدينش يؤديوا الدور تاعهم في توعية المجتمع بهذه القضايا هذه. لازم نفرقوا بين مجهولي النسب ومعلومي النسب في مسائل الكفالة، ولازم نوعيوا الناس في الأحكام الشرعية نتاع التبني، لأن التبني أنا مانيش مختص في الشريعة الإسلامية لكن ما أعرفه أنه يخلط الأنساب. لما نجي نتبنى هذا الشخص معناتها يصبح أخ للبنت نتاعي، معناتها غدوة يعيش وكأنهم إخوة، أور هما في الواقع ما همش إخوة. ثم هذا التبني يعطيه الحق باش يورث إذا كان ما سقطناش، وهو ما موش من الورثة، فيخلط الحسابات في قسمة التركة وغير ذلك. لذلك الشريعة الإسلامية حرمته. إذا مطلوب من الفقهاء نتاعنا تاع الدين باش يدخلوا. ودعني استغل هذه الفرصة أخي الفاضل، لأنه إحنا في القضاء كاين إشكالية كبيرة تطرحها أحكام المادة 40 من قانون الأسرة، هذه إشكالية عرفوها رجال القانون القضاة والمحامين. الفقرة 2 من المادة 40 من قانون الأسرة تقول يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب. ما هي الطرق العلمية الآن؟ نعم، الطرق العلمية هي الأديان، تحاليل البصمة الوراثية. لكن لماذا لا يطبق؟ ممتاز، سؤالك في محله، لماذا لا يطبق هذا النص؟ يصطدم بأحكام الشريعة الإسلامية، بقاعدة الولد للفراش. وأنت تعرف أحكام الشريعة الإسلامية نظمت هذه المسألة، كل ما ينتج عن علاقة، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة فكل ما ينتج عنها من مواليد ينسب للزوج. طيب لكن طيب أستاذ بيطام، لكن هناك ربما حالات أخرى يتوجب أن نقوم بعملية أو بالبصمة الوراثية أو تقنية تحاليل البصمة الوراثية في إثبات النسب، ما يعرف بالأديان، ربما في أمور أخرى ولا يتعلق فقط بإثبات النسب، أو هناك في كثير من الأحيان ربما ادعاءات وافتراءات. صحيح، هذه إشكالة تطرحها دعوة اللعان أنت تعرفها، لما وعندنا قضايا كثيرة في العدالة ورانا في مشاكل كبيرة نتخبطوا فيها أحيانا. دعوة اللعان وش هي؟ الرجل يتهم زوجته يقولها هذا اللي راه في بطنك ما هوش نتاعي، ولازم ترفع في تاريخ في أجل 8 أيام من تاريخ العلم بالحمل، وإلا سقط حقه بدعوة اللعان. الأحكام تاعها يديه للمسجد يروح يحلف باللي هذا اللي في بطن الزوجة تاعه ما هوش نتاعه. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ونفس اليمين بالحالة العكسية يوجه للزوجة. أحيانا عندما يريد الزوج أن ينتقم من زوجته، يحب ينتقم منها، إنسان ما عندوش ضمير ما عندوش كذا، يتهمها يقول هذا اللي في بطنك ما هوش نتاعي، ويرفع دعوة اللعان والقضاء يستجيب له، ويسقط نسب ذلك المولود عندما يولد لا ينسب لأبيه. هاو الإشكال اللي رانا نعانيه منه. لماذا لا نستصدر فتوى شرعية من الفقهاء نتاعنا ويستندوا حتى الفتاوي تاع الأزهر وغيرها من العلماء تاع الأمة الإسلامية؟ لماذا لا نستصدر فتوى شرعية تجيز تدعيم
الدليل الشرعي أو الآلية الشرعية اللي هي دعوى اللعان بالدليل العلمي اللي هو الأديان. لأن الآن لما نروحوا للقاضي نقول له سيد القاضي إن الزوج يكذب، الزوج اللي دار دعوى اللعان راهو يكذب، راهو هذا راهو من صلبه، نطلبوا قال زيدوا ديروا الأديان لهذا الجنين ولا لهذا المولود ونشوفوا صح ولا ما هو صح. القاضي يرفض. لماذا يرفض؟ لأنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية اللي تقول اللي تعمل أحكام اللعان، يقول كان نوجه له اليمين ويكذب على روحه، وهذه كارثة كبيرة، كارثة كبيرة، الضحايا نتاعها هم الأبناء. إذا ضروري أن يدخلوا الفقهاء، أنا مانيش نقول لهم أعطيونا فتوى إيجابية، لا، وضحوا لنا الأمر، هل يجوز من الناحية الشرعية أن في قضايا في دعاوى اللعان أن يلجأ القاضي إلى تحاليل الأديان ليدعم الدليل الشرعي أم لا؟ ما كانش ما يمنع، فالنص موجود، لكن تطبيقيا هذا النص ما راناش نطبقوه إلا في حالة واحدة، إذا طلقت المرأة ولا مات عليها زوجها فهي تدخل في مرحلة العدة، تعتد الزوجة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة، مدة العدة تختلف بين الحالتين. إذا حدث غلطة الزوجة أو عن قصد تعمدت أن تتزوج في فترة العدة، يعني الرجل المرأة طلقها رجلها ولا مات وعودت زوجته والعدة ما كملتش وحملت، لمن ينسب هذا الحمل؟ للزوج المطلق أو المتوفي أم للزوج الجديد؟ هذه هي الحالة الوحيدة اللي قال لك يجوز فيها اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي أو البصمة الوراثية لديا. هذه الحالة الوحيدة. خليني من ناحية الجنايات والجرائم هذه راهي نمشيو فيها، أنا أتكلم عن المسائل هذه نتاع النسب. إذن أنا نوجه دعوة من خلال قناتكم، وهذه أول دعوة توجه في الجزائر، نوجه دعوة للعلماء والفقهاء، وإذا فيه دار فتوى هنا العلماء المتكلفين بالفتوى يصدرون لنا فتوى شرعية نخدم بها في القضاء، نحن نحتاج إلى فتوى شرعية. هل يجوز؟ لأن الأديان ما كانش من قبل، نعم، أمور دليل علمي جديد، دليل يجب أن نواكبه. هل يجوز من الناحية الشرعية أن نعمل تحاليل الأديان في إثبات أو إنكار النسب؟ نعم أستاذ بيطام، نعم أستاذ بيطام، إذا سأغتنم الفرصة أنك موجود معنا في آخر سؤال لكن خارج هذا الموضوع، لأن الموضوع المقبل سيكون يتعلق بالامتحانات المصيرية، شهادة البكالوريا وامتحانات نهاية السنة، إذا ستكون ربما آليات قضائية لمحاسبة من يغشون في هذا أو هذا الامتحان المصيري. في السابق كانت من فقط في الجانب الإداري، لكن اليوم بداية من هذه السنة ستكون أو في هذه الدورة ستكون أو ستتعدى إلى الشق القضائي. لا، احنا نتكلم على مسألة الغش في الامتحانات. نعم. وأكشت وش حدث في هذه السنوات الأخيرة، يعني فضائح دولية ماشي غير محلية برك، يعني حتى البكالوريا تاعنا ما عادش عندها قيمة في الخارج. إذا ضروري إذا كان فيه مبادرات ولا مشاريع تاع قوانين باش تواجه الظاهرة فنحن نثمنها، رانا متأخرين كثير في إصدار قوانين. إذن النصوص الحالية ليست كفيلة بمعالجة هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وبالتالي نطالب بسن تشريعات قوانين خاصة بهذه الجريمة، لأن القائم على الغش ما هوش غير الولد هذاك القاصر اللي يروح للثانوية ويدي يعمل لابيش تاع البلوتوث في وذنه وتجيه المعلومات من الخارج. هذه راهي تقوم في إطار منظم، راهي عصابات منظمة اللي تقوم بهذه الجرائم هذه وتدير أرباح طائلة، تدير أرباح جيد طائلة، يطلب عليك 10 ملايين باش يكومينيكي لا ريبونس لولدك. راهي جماعات إجرامية منظمة، يجب أن توضع نصوص قانونية ضد هذه. أيضا يجب أن توضع نصوص قانونية ضد، حتى مع كل احترامي، بعض الأساتذة المتورطين سواء القائمين بالحراسة ولا القائمين على إعداد الإجابة خارج الأخر، هي عقوبات إدارية زائد عقوبات قانونية. شكرا. أيضا
إذا سمحت نعم آخر، يمكن أيضا أن تطال العقوبات حتى التلاميذ حتى ولو كانوا قصرا. نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ والمحامي والحقوقي نجيب بطام، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإجابات في الموضوعين، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا فاصل ونواصل.